كل عام والشعب الفلسطيني والشعب الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك، الله يعيده علينا بخير وسلامة. إقبال شهر رمضان هذا شهر خير، والناس بيستنوه من السنة للسنة. فالشهر هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر فضيل، من حد حالنا كيف من حد لوازم رمضان، لوازم هذا. أما التزامات رمضان لازم الواحد يشتري مثل الخروب، يشتري الجبنة، يشتري التطلة، يشتري الحلاوة، الجبنة لازم يشتري. نستقبل هذا شهر رمضان العبادة والصلاة. إقبال الناس مش زي كل سنة، الإشي غلى، الوضع غلى 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 قد ما تتصور. يعني الوضع، يعني الواحد إذا بده يشتري كيلو جبنة بيشتري نص كيلو جبنة، وقية جبنة بيشتري إشي بسيط كل يوم بيوم يقضي حاله. الظروف بتسمحش، ليش؟ فيشي مصاري مع الناس. في شهر رمضان المبارك قبل باسبوع وقبل باسبوعين بتكون الناس نازله على الاسواق بتتسوق يعني، وبتشتري شغلات رمضان، التمور وكذلك الاصناف. اليوم انه الوضع الحصار ووضع الرواتب، الناس يعني كثره الناس في السوق حلوه اليوم، وفي يعني رجل في السوق، ولكن ما فيش شراء، يعني فيش اقبال على الشراء. اليوم الناس وضعها صعب مش زي الاول، وفي بالنسبه للسيرج وغيره وغيرات، وفي اصناف ارتفعت واسعارها غاليه، الناس مش قادره تشتريها يعني. هذا رمضان يعني هو يعني موسم بيحتاج الإنسان إنه يقف جنب أخوه، نتعاضد ونتكاتف، وإن شاء الله يعني ربنا بيزيد من أجرنا ومحبتنا لبعض في هذا الشهر المبارك. الأسعار لا تطاق، يعني محدش بيتحملها الصحيح، لأنه ارتفاع كتير في الأسعار وفيش دخل. يعني إيش دخل العامل 12 ساعة ب20 شيكل؟ إيش بدهم يكفوه؟ ولكن سبحان الله الإنسان بقول لك إيش يدخل أحسن ما يمد إيده للناس، يعني بدون ما يكون عنده عوزة لأحد، بتعب وبيشقى ولكن بيخدش حقه. حقه الطبيعي اللي المفروض انه ياخده يكون ستر له لبيته مش موفر له.